سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأس ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأوالي العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقى كل معللي فإذا به للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤلي نحو العلا بعزيمة وتفاؤلي يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزل شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل أنت جزء من كل في منظومة الحياة. تعرف التروس اللي درس العلوم الترس هذا ما يمشي إلا بترس تاني يمشيه فأنت مهما عندك معرفة مهما عندك مهارة مهما عندك شيء إذا لم يكملك الآخر أنت ما لك قيمة وهو ما له قيمة فإحنا مكملين مع بعض تداخلنا مع بعض هو اللي يحركنا طيب لعبة كرة القدم تكون بفريقين مختلفين هذه كناية أنه التفاعل الإيجابي في الحياة بيكون بالفريقين المختلفين طريقة تفكير مختلفة مشاعر مختلفة توجهات مختلفة أدوات مختلفة أنت بطريقة مختلفة وتتفاعل النقطة 27 الاختلاف استقلال ضمني يعني أنت تعتبر لما تكون مختلف أنت مستقل بتفكيرك بتوجهك لكن حركتك لا تتم إلا بالتفاعل مع الآخر ما تتم أنت مستقل لوحدك لو أنت استقلت برأيك وتوجهاتك وسلوكياتك مكانك سر لأنه التحدي أنك كيف أنت تتحرك مع الآخرين وأنت متمسك بقيمك وبقناعاتك ما تدوب مع الآخرين لكن تتفاعل معهم فهذا الاختلاف هو يعتبر مكمل للآخر طيب ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك هذه نقطة في غاية الأهمية خاصة في عصر السوشيال ميديا الآن والانفتاح والانفجار المعلوماتي ابنك الآن يعرف أكثر منك أنت من الماضي تفكيرك توجهاتك ألوانك ذوقك كل شيء هذا من الماضي الحاضر أكثر ما يفهمه هم من عاش في الحاضر أبناء الحاضر فلا تتوقع أنه أنا عندي خبرات وأنا عشت الحياة أنت ما عشت حياة أنت عشت حياة ماتت التسارع الآن سريع جدا يعني تخيل المرحلة الجامعية يعني قبل يمكن 20 سنة قالوا يعني صحة المعلومات وبقاء المعلومات الجامعية في العقل كانت 6-7 سنوات يعني أنه لها قيمة الآن الدراسة الحديثة تقول أنه 6 شهور كأقصى حد أنه خلاص قديمة فأنت إذا كنت جامعي معناته هذه الدراسة ما لها يقين خلاص راحت في معلومات جديدة فإحنا في عصر السرعة اللي يواكب التطورات الأطفال في التكنولوجيا في التطبيقات أشياء أنا شخصيا أي شيء أبغى أقول لي ولدي في المتوسط أقول له كيف أسوي هذا كيف أسوي هذا وفي نفس الوقت أبنائك يعلموك الآن يعلموك السلوك الحسن كيف تتصرف لا تسوي كده أسوي الاتيكيت لازم نأخذ بآرائهم طيب زوجتك أو زوجتك وجه مقابل وليس مطابق لك إحنا عندنا يدين اليد اليسار هل تستطيع أن تفعل كما تفعل اليمين طيب في أشياء إحنا نحتاجها الاثنين على ضعف اليد اليسار أنا أحتاجها تدعمني يد اليمين قوية أوكي لكن إذا ما في اليد اليسار أنا ما أقدر أسير فالحياة الزوجية زي اليدين يد واحدة ما تصفق يد واحدة ما تمشي اليد الثانية حتى لو كانت سيئة لو كانت سلبية لو كانت شمال وجودها ضروري جدا النقطة 30 لو أن الناس بفكر واحد إيش حيصير ما في إبداع والحياة قائمة على الإبداع على فكرة
مش على تسيير العمل، مش على النظام، مش على الروتين، على الإبداع. الإبداع الاتيان بشيء جديد. لولا هذا الشيء الجديد لكنا عايشين قبل 20 قرن كما نحن، نفس الروتين، نفس الطريقة، نفس الملابس، نفس العربات والقيود. لكن الإبداع هو اللي نقلنا، والإبداع سره في الاختلاف. أنت فكرت خارج الصندوق، فكرت بطريقة مختلفة، جبت لنا منتج جديد أو شيء جديد. يعني يتصدمون مع تطور الأبناء، يعني كذا نطلع عليه كذا ونطلع عليه كذا، يعني يواجهون صعوبة أن يتقبلون التطور الصغير اللي صار بصورة هذه. نعم، هو الصعوبة في أنه أنا أتمسك بماضية. لو أنا كأب أتمسكت بقناعاتي ومعلوماتي وافتراضاتي وحياتي القديمة وأبغى أنقل هذه الصورة للجيل القديم، هنا في صعوبة. لكن لو أنا أدركت أنه هذا ماضي ولا مختلف، وأبنائي الآن يعيشوا في زمان مختلف، وأنه هم أفهم مني في فهم الواقع، هتعايش معهم بإيجابية. هو بسبب الخلاف، انه انا اعتبر ابني عمره 20 سنة واعتبره ولد صغير، وانه ما يفهم وايش فهم، وانا عندي خبرة وانا عشت الحياة. لا، انت ما عشت حياة، انت عشت حياة مختلفة، هو عاش حياة مختلفة. فانا مجرد تقبلي انه ابني هذا يفهم، وانه الواقع اللي هو عايش فيه يفهم مني اكثر مني، انا يعني اجنب معرفة. انا ما اقول انه ما عندي خبرة، عندي معرفة عندي، لكن هنا مختلف الواقع. ما اطبق الماضي على الواقع، ادرسه من جميع الزوايا. تفضل سامي. انا ممكن انا احفظ لهم كتب احفاظ. ايوه الله يحفظه. بعضهم سنه اولى متوسط، فاحيانا زي ما تقولين يجوا بافكار وباراء وباقتراحات وكلام وحاجات احنا في واقعنا انها واو مجرحه. ايوه بس من الصعب ان الولد ايش لا والله ابو طلب والله انت فكره محال صحيح هذا حبيبي. شوف لو أرجع بالأسلوب بطريقة أقنعهم إنه أنت كلامك يعني صحيح هذا معاه وهذا، ولكن المفروض إنك بدأت تقول احتواء وتقبلهم وتقبل الاختراف واحترامهم والحوار معهم، مش إنه أس خلاص أنت غلط أنا فاهم. لا تفضل. هو بس زي ما قال أستاذ عباس، أنا ما أتبنى أفكاره كل ما هي، أنا أبعد الشوابع عنها، أبين له القيم السامية والأخلاقية، أبين له موقف الدين من هذه الأشياء، بس أخذ وأعطي، أعطي معاه، مش فقط لا أنت غلط وهذا صح وهذا كفار زي ما قال أستاذ عباد. فهو مجرد الاحتواء، مجرد تقبل الحوار معهم، مجرد تقبل أنه هم مختلفين وهم عايشين في هذا الزمان وهذا الواقع، هم أقدر على فهم الواقع مني أنا ككبير، يخليني أتفاهم معهم. والعكس صحيح، لما أنا أعتبر أنه هذول أطفال وهذول ما شافوا الدنيا وما يفهموا شيء وأنا اللي فاهم، حملي عليهم ما هو موجود في موروث الثقافي القديم البالي، قد لا ينطبق على الواقع وقد ينطبق، الله أعلم. يأخذ كلامك نعم يسوي اللي يبغاه فعلا، فعلا هم أزكى منك الآن. تفضل استاذ صالح. طيب. إن كثرة الضوابط تشل حركة الإنسان، كثرة الضوابط سواء في العائلة لما أنا أضع نظام لبناتي ونظام صارم أو لعيالي نظام لا تروح إلا كده ما تخرج إلا كده وتجيني الصحيح، هذه تشل حركة الإنسان. في الإدارة نفس الشيء، لذلك أنت أرسم خطوط عريضة ما يتجاوزوها، لكن أترك لهم مساحة في الخطوط الداخلية اللي ما تأثر على حياتهم أو ما تأثر على الوظيفة أو ما تأثر على العمل، أترك لهم بعض المساحة يتحركوا فيها. والثلاثون، الناس لحاجة للتقدير والتحفيز والشكر. أي إنسان في هذا الوجود مهما كان يمتلك من مال، من مؤهلات، من منصب، من خبرة، من قوة، هو يحتاج إلى كلمات الثناء والتقدير. أوبرا في برامجها التلفزيوني كأنجح برنامج في العالم تقول، قالوا لها يعني إيش الشيء الملاحظ في برامجك وإيش الدرس، قالت هذا الدرس، قال الناس بحاجة إلى التقدير. قالت ما في أحد سويت معاه مقابلة من رئيس دولة إلى نجم كرة إلى ممثل إلى كاتب إلا وبعد اللقاء كان يسألني كيف كان لقائي، كيف كان كذا، كان متعطش لكلمات الثناء. فكلمة الثناء بلاش، ليش ما إحنا نعطيها للآخرين وكذا نعطيهم طاقة وحيوية ونخليهم يطيروا فيها كلام، بس بشرط يكون كلام صادق ما يكون فيه نفاق. طيب 33، لا تبخس عمل الآخرين. أحيانا يكون إحنا مجموعة من الناس
ونعمل عمل مع بعض. في استاذ جميل عمل عمل بسيط، استاذ عباس ساهم شويه، استاذ فزع عبد الرحمن ساهم وساهم، وبعدين اجي انا في محفل انا سويت وانا فعلت وانا نينت وانا وانا. طيب فين الناس اللي معاك؟ فين الناس اللي معاك؟ ما تفحص حقهم، حتى لو بس ناولك الريموت كيف الدوره. استاذ عباس ساهم معانا يكفي حضوره، استاذ فزه تفاعل، استاذ بنال، استاذ عبد الرحمن، لا تبخس حق الاخرين، اعترف به واثني عليه، وبالعكس ضخم 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 وكن كريم في هذا الثناء، وهذا كله حينعكس عليك اصلا، لانك انت حتفتح حساب عنده في قلبه، حيحبك هو، حيشيل لك هذه. خاصه مثلا استاذ عباس سوى معي شيء بسيط، انا جيت في المحفل استاذ عباس سوى وفعل، استاذ عباس وانا عارفين انه ما سوى الا شيء بسيط، لكن مكانتي قديش ارتفعت عنده؟ كله كلام، يعني كلام بسيط. فهذه أشياء مهمة جدا. طيب 34، ابحث عن صوابي فالخطأ مني طبيعي، كلنا نخطأ والخطأ طبيعي، لكن إيش النقطة الجيدة اللي أنا سويتها؟ إيش الموقف الحسن اللي أنا سويته؟ إيش في سلوك كده إيجابي ممتاز أنا فعلته؟ ركز عدستك على هذه الأشياء مش على الأخطاء، أخطاء طبيعية كلنا نخطأ. للأسف إحنا عدستنا دائما بس تصيد العثرات زي ما قلنا، بس أحاول أبحث عن أخطاء. لا تبحث عن أخطاء، بالعكس استخدم قانون التغافل، خطأ بسيط كأنك ما أنت شايفه، لكن إيجابية بسيطة كده شوفها ضخمها كبرها وخلاص، واعتبرها نقطة التقاء. هذا تخلي الشخص الآخر على فكرة يستحي ويخجل من نفسه، لأنه هو عارف أنه هو شايف أخطائك لكن ما أتكلم عنها، أتكلم عن الإيجابية. النقطة 35، أنظر للجانب الإيجابي في شخصيتي. العكس هنا صحيح، إذا أنا نفسي ما أشوف نفسي إلا إنسان خجول، إنسان غير نافع، إنسان غير إيجابي، إنسان سلبي، إنسان شرير، أنا كذلك، لأنه أنا صنفت نفسي. لذلك دائما يقال المرء حيث يضع نفسه، فأنت شوف في شخصيتك إيش الجانب الإيجابي، هل أنت في التواصل جيد، هل في إيجابية جيد، هل في مهارة معينة جيد، شوف الجانب الإيجابي وأبرزه. وهذا طبعا لا يعني أنك تعمل الجانب السلبي، لا، أنت عندك برنامج تطويري للجانب السلبي، لكن أنا حاليا عندي نقاط قوة إيجابية أتعامل بها وتعايش مع الناس بهذه الإيجابية. ليكن شعارك وقناعتك في الحياة يغلب على الناس الخير والحب والطيبة. بعض الناس دائما عنده فكر كده يقول لك يا أخي الناس كلهم سلبيين، الناس كلهم نصابين، الناس كلهم حقين مصالح، الناس كلهم كذا كذا كذا، كل شيء سيء يحطه على الناس. طيب هو هنا بنى تصور من تصوراته ومن خيالاته ومن قناعاته ومن افتراضاته. التصور هذا اللي بناه حيحاول يثبته في ذهنه بأي موقف يصير من الآخر. فأي خطأ صار من الآخر يقول له أنا ما قلت الناس شرانين، أنا ما قلت الناس نصابين، والعكس صحيح. لذلك دائما أفترض الخير في الآخرين، حتى لو السلوك الظاهري ظهر لك أنه سيء، أفترض أنه وراء السلوك نية إيجابية، وأنه هذه يعني سلوك كده عابر حدث. فدائما أفترض الحب والخير والطيبة في الناس. نعم. هذه بنت تغضل ببنت صغيرة، هذه اللي تسوي كذا، وبنت الفكر عندها هذا، هي تسممها بجبل طلع مثلين سخورة، ما أخذناها من عندها ودناها الناس ثانيين وجلست معهم، قمة الأدب وقمة الاحترام. نعم. بس زي ما فضلت التهيئة تصور لسبب أو لآخر ما تلقاها وقامت تلقى فيها المصائب السبعة، لكن ترضى النية الطيبة. نعم نعم، كله من أفكاري أنا، من أفكاري، لأنه العالم الخارجي هو انعكاس العالم الداخلي. إيش اللي أنا أتصوره، إيش اللي أشوفه، هو اللي يحصل. طيب طيب، النقطة 37، أبتسم وأمضي للناس باحترام وتقدير. ابتسامة بلاش يا ناس، ابتسامة بلاش. بعض الناس تتكلم معاه كلام حلو ما يبتسم، تعطيه نقطة ما يبتسم، إيش ما تسوي ما يبتسم. ليش؟ يقول لك لا يا أخي خليك شخصية لا تبتسم، خاصة هذا المفهوم موجود عند بعض القادة، يقول لك خليك شخصية ولا تعطي وجه للآخرين ولا تبتسم عشان يحترموه. الرسول صلى الله عليه وسلم قائدنا وقدوتنا، عائشة تقول لم يرى إلا متبسما، رغم هم الرسالة والزوجات والغزوات والمشكلات والجوع اللي عانى، لم يرى إلا متبسما. فالابتسامة هذه على فكرة هي الابتسامة عاكسة وإيجابية على الآخرين. حتى في دراسة حديثة الآن في علم النفس تقول هناك عصبونات في الدماغ تسمى العصبونات العاكسة، تعكس الحالة الداخلية إلى الخارج،
وأيضا تمتص الحالة الخارجية إلى الداخل. فأنت لما تكون مبتسم الناس حيبتسم، لما تكون في بيئة أغلبهم مبتسمين أنت حتبتسم. فدائما حافظ على 38 أنا عاجز من دونك. إيش يعني أنا عاجز من دونك؟ إحنا مو قلنا إنه إحنا مكملين لبعض، فمعنى ذلك إنه أنا في شيء موجود عندك أنا أحتاجه، هذا الشيء يكملني. عملي هذا أنا لا أستطيع أن أفعله ما لم تشاركني فيه. فبين للناس عجزك وبين لهم قيمة عملهم ومساهمتهم معك، لأن هذه ترفع من قدرهم. النقطة 39، لولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلف. لو أنت ما أنت مختلف أنا ماني مختلف، طبيعي جدا. النقطة 40، لا يخلو إنسان من حاجة وضعف. لا يخلو إنسان من حاجة وضعف، مهما كان عندك مال، عندك منصب، عندك جاه، عندك قوة، عندك خبرة، عندك 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 كل ما تتوقع، إلا في ضعف عندك. قد تكون في الشخصية، قد يكون مرض، قد يكون في وضع معين أنا ما أعرفه، لكن في ضعف، في ضعف. فهذا الضعف أني أنا أتقبل الشخص الآخر وأتعاطف معه، وأفترض أن الضعف موجود، موجود في أي شخص، وأنا دوري أنه أتعاطف معه وأساعده وأكمله في هذا الضعف، مو دوري أني أستغل هذا الضعف. في سؤال، في مداخلة، في عشر نقاط خفيفة كده. لولا حاجتي وضعفي لما نجحت أنت. لولا حاجتي وضعفي لما نجحت أنت. ليش؟ لأنه تطور الناس مبني على الاحتياجات اللي عند الآخرين، عند المشكلات اللي عندها. حتى التجارة والبيزنس كله مبني على حاجتين، على مشكلة لم تحل عند الآخرين أو حاجة لم تشبع. فهذا معناه أنه كل الناس عندنا مشاكل وكلنا عندنا حاجات. لو أنا تفهمتها وأشبعت هذه الحاجات حيصير عندي علاقات جيدة وممتازة. القاعدة 42، لا أرى وجهي لكنك أنت ترى. على فكرة في حقيقة علمية إنه المراية تعكس وجهك معكوس. أنت على فكرة إلى الآن ما شفت وجهك الحقيقي. الدليل لو كتبت كتابة وحطيتها على المراية إيش اللي بيصير؟ تشوفه عكس الكتابة. فالكاميرا نفس الشيء بتعكس وجهك وتصوره. وجهك الحقيقي أنت ما شفته. تخيلوا إنه ما في أحد شاف وجهه. اللي أنت تشوفه تشوف الصورة المقلوبة لوجهك، لكن في الآخر يشوف وجهك الحقيقي، لأنه العين ما تعكس زي المراية، تعكس الصورة كاملة زي ما هي. الكاميرا برضو تعكس، أنت تشوف فيها كده لكن هي تعكس، تعكس ويصير في معالجات تحت وبتضبط كده، لأنه الكاميرا يعرف. أستاذ جميل، في شغل جوا بيصير، يعني في معالجة بتصير جوا لين تصير لنا. لكن هو المغزى من هذا الكلام إنه الشخص الآخر هو أقدر إنسان لرؤيتك كما أنت، يقدر يشوف الحقيقة اللي أنت ما تشوفها. هذا الكناية يعني. إن ساعدتني أنا حساعدك، إن وقفت معايا أنا أوقف معاك، اللي هو قانون التعاقد في العلاقات الإنسانية. 44، أنا وأن ننجز العمل بسرعة وبأقل جهد. لا تتوقع إنه أنت تستطيع أن تفعل أي شيء مهما كان لوحدك. فعلا انت ممكن تسوي لوحدك، جهد اكثر، وقت اكثر، مال اكثر، تتعب اكثر، ويمكن النتيجه تكون اقل. بينما لو تعاونتوا حتكون النتيجه اروع. احنا الان في الجداريه اللي شغالين فيها في باسقات مع الساده بدريه، مع الجماعه كيف بننجز العمل. انا الان عندي 4 اسابيع الجداريه، الان ما بدانا الرسم، وانا راهن انه اذا كان عندنا 30 شخص حننجزها خلال 3-4 لقاءات. يد الله مع الجماعه. النقطه، طيب، الحياة تتسع لي ولك ولغيرك. الحياة تتسع لي للجميع تسع. هذا يجينا في قانون اللي بعد اللي هو قانون الوفرة. ما يوجد يكفي الجميع. لا تتوقع انه انت اذا اخذت كل ما تريد من الدنيا حتنقص من رزق الاخر. لا، ربنا لو اعطى كل انسان كإبرة في بحر ولا نقص شيء. فالخير موجود. فساعد نفسك وساعد الاخرين، وارفع نفسك وارفع الاخرين، واخدم المجتمع واخدم الوطن وطور الناس كلهم. الخير موجود، خير موجود. بالعكس، انت لما تساعدهم ربي يساعدك. مستحيل انت تبخ عطر لاحد ويدك ما يعلق عليها شيء. فدائما خلي هذا مبداك، انه الخير وفير. لا تستطيع ان تاكل اكثر من معدتك مهما سويت. انت اللي تحتاجه هو اللي حتاخذه في النهاية. حتبدأ كماليات وجماليات وأشياء ما لها داعي أصلا، ما لها داعي، يعني حتحس أنها زائدة.
انت اللي تحتاجه، تحتاج كم توب، كم قميص، كم سروال، كم كذا، كم كذا، تكدس 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 تكدس، تحس انه في هدر في تبذير. كما لك حق فلغيرك حق، لازم تعرف انه انا لي حقوق وانا جزء من المجتمع، الاخرين لهم حقوق. ايش حقوق الاخرين؟ ابحث عنها. هو يبغى مكان واسع في مكان ضيق، انا اوسع له. هو المفروض كذا كذا كذا، هذه الحقوق لازم احافظها. تفضل. يمكنك ان تغير نفسك ولا يمكنك ان تغيرني. الشخص الوحيد اللي انت قادر ان تغيره هو انت نفسك، بتغيير قناعاتك، باستبعاد بعض المفاهيم والقناعات الباليه، بتغيير سلوكياتك، ممارسه عادات جديده، ازاحه عادات قديمه، تطوير عادات ايجابيه، انت تتغير. لكن هل الشخص العادي آخر تقدر تغيره؟ لا، لكن تقدر تأثر عليه، تقدر تلهمه، تقدر تحفزه. في النهاية قد يتغير وقد لا يتغير، ما هي مسؤوليتي. والدليل حتى أبنائك أحيانا ما تغيرهم، تلاقي مشايخ أبنائهم غير جيدين، سلوكياتهم سيئة، تتهمهم أنت، تقول أنت كذا كذا. لا، نوح ما قدر يغير ابنه، ابنه ما قدر يغيره، هو يخاطب ربه لما يقول له نوح ابني، قال له ليس من ابنك، وبما معنى الآية. فما النبي ما استطاع يغير ابنه. فاحنا البشر ايش حنسوي؟ لكن هذا مو معناه التقاعس او التقاعد او انه ما اسوي شيء، لا، ابذل قصارى جهدك والنتيجه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ ما ان الانسان ما سعى. السعي احنا نؤجر عليه، النتيجه احنا ما لنا شغل. احنا بنصلي ونصوم، هذا السعي، النتيجه الله اعلم عند الله. واحنا دائما نرجو رحمه الله. رحمه الله. النقطه الاخيره، تقبل الاختلاف، اختلاف الآخر، وطور نفسك. هذه النصيحة الأخيرة، اختلاف الآخر وطور نفسك. الآخر أنا تقبلت، خلاص جميل، مختلف عني في نقطة كذا كذا كذا، أنا تقبلت اختلافه، أنا ماني مقتنع به ولا بنظريته ولا بوجهته ولا شيء، لكن إحنا تقبلته وتعايشنا. لكن أنا في قصور، في نقاط ضعف، هذه ما أتقبلها، أعيش في الجانب الإيجابي، لكن لازم عندي برنامج تطويري أعالج فيه عاداتي السيئة. تفضل أستاذ. أقدر أتقبل الآخر وأنا ما قبلت نفسي؟ لا، أنت لازم تطوره. طيب زي النقطة حتى الناس اللي تشوف السلبيات وتتصيد الأخطاء عند الناس، يعني هل هذا الناس ما قبلوا أخطاء، ما قبلوا أنفسهم؟ هم هو دحين تفكيره إنه هو يتصيد الأخطاء، هذه شخصيته. أنا عرفت في هو دائما اللي يبحث عن الناقص هو اللي عنده نقص، عنده نظرة دونية لنفسه، هو اللي يرى العيوب في الآخرين. نعم، بالعكس بالعكس، إسقاطات يسموها في علم النفس، إسقاطها الآخرين. طيب خلونا احنا نتوقف عند في اي مداخلة اي كذا، بس نختم بوصايا الشافعي. يمكن شفتوا مقطع يعني جميل كذا عن الشافعي، حتى هذا انا اخذت على فكرة الدورة هذه كلها هي من مقطعين في الواتساب، عشان اوريكم انتم ممكن تركزوا على الجانب الايجابي وتاخذوا الكنوز من السوشيال ميديا، وممكن تضيعوا ساعات في التوافه. وللاسف جمهور هذه الاشياء القيمه قليل جدا، قليل جدا. ومتابعين هؤلاء الناس اللي يعطونا القيمه ويعطونا يعني محتوى قيم قليل جدا، وهذا ما ينقص من شانه. لكن هذا يقول انه المجتمع للاسف اغلبه رايح للاتجاه الخاطئ، والقليل هم اللي وجهوا مسيرتهم. فهذا يونس الشافعي يقول، الشافعي اختلف، محمد بن إدريس الشافعي اختلف مع تلميذه، تلميذه كان عنده دائما التدارس، واختلفوا في مسألة فحاولوا يعني يتناقشوا، فوجد يونس هذا تلميذه تشنج كده وانقطع عن الدرس وراح خلاص في خلاف مع الشافعي وراح في بيته. اللي حصل انه الشافعي، طبعا الشافعي في زمانه يعني يعتبر معلم واستاذ وهو الكل في الكل. الان يقول طرق الباب في الليل، فلما قال يونس قال من؟ قال له محمد بن ادريس. يقول يونس انا توقعت اي محمد بن ادريس الا الشافعي، معقول الشافعي يجيني على البيت هو مكانته كالملوك؟ يقول طرق الباب وقال لي يا يونس، اعطاه 7 نصائح في زياره واحده. قال له يا يونس، اتجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مساله واحده؟ احنا متفقين في كذا وكذا وكذا، لكن هذه ما هي مختلفين فيها، هل بسببها نختلف؟ وهذه القاعده اللي جون سي ماكس اللي يقولها، اللي هي قاعده 101، يمكن اللي حضر معي دورات يعرفها. قاعده 101 تقول انه احنا ممكن نختلف في 100 مساله،
لكن في واحدة مسألة متفقين عليها، دعونا نجعل هذه المسألة هي الأرضية المشتركة التي ننطلق من خلالها. فهنا عشان مسألة واحدة، وطبيعي جدا احنا بندرس الاختلاف، كلنا مختلفين، كلنا مختلفين، لكن رغم ذلك لازم نتعايش ونتقبل الآخر. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية اللي قال له يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أفضل من كسب الإيش؟ الموقف. أنا أذكر خلاف على ورثة بين اثنين أخوان، فهذا الشخص أعرفه أنا، تنازل عن جزء كبير من الورث، فقلت له ليش يعني حقك؟ قال لي أخويا أهم، تنازل عن 1,000,000 ريال عشان يحافظ على العلاقة، عشان يحافظ على كسب القلوب وليس العقول. المنطق العقل يقول الفلوس وتسعدني الفلوس وتجيب لي، لكن القلب يقول أخويا أهم من كل الفلوس. قال له يا يونس لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرت من خلالها، لأنه ربما تحتاج العودة إليها. بعض الناس أحيانا يصير خلاف بينك وبين شخص، تقول خلاص أخسره، خلاص أنا ما أبغاه، أنا ماني في حاجته أصلا، بشيش وكذا، تسمع كلمات كذا سيئة جدا، إنه يقطع العلاقة كاملة. وسبحان الله تدور الأيام وتحس إنه الشخص الوحيد اللي أنت تحتاجه هو الشخص هذا اللي أنت هدمت الجسر بينك وبينه. فلذلك ما تدري مين ربنا يعني يحوجك له ومتى وفي أي موقف. لذلك لا تخسر أحد أبدا. مو شرط يعني اتفق معه، مو شرط اقتنع بشخصيته وبتصوراته وتوجهاته، لكن لا أخسره. أيضا القاعدة الرابعة يقول أكره الخطأ دائما ولا تكره المخطئ. إحنا للأسف دائما يقول أنت إنسان سيء، أنت إنسان شرار، أنت، ليش أنت؟ لما نفصل أنت عن الشيء اللي سواه، عن السلوك اللي سواه، أفصل السلوك عن الشخص، خاصة مع أبنائنا. أنت فاشل أصلا، طول عمرك فاشل، أنت غبي أصلا، أنا ليش؟ أنت إنسان ذكي ومؤدب ومحترم، لكن ترى هذا شوف هذا بر الشخص، هذا التصرف خطأ، لو عدلت هذا التصرف اختلف. فهذه قاعدة من الشافعي. القاعدة السادسة يقول أبغض بكل قلبك المعصية لكن سامح وارحم. سلوك اللي سويته خاطئ، الذنب اللي سويته ذنب جدا عظيم، أسأل الله أن ربي يهديك. أنا دائما أقول إكرام بنتي دائما تكون في السيارة، طبعا هم ما شاء الله دمهم حامي وأنا بارد، واحد يدخل على يمين واحد يسار، واحد وهدي وروح يروح وأنا في 24 ساعة الله يهدي الله يصلحه. وعندي البنت تسمع كده نغمات كده قوية، وحتى بوري أنا ما أدب. فأنت سامح، صح خطأ سامح، أدعي بدل ما تسوي، وأنت اللي حترتاح، ولو شتمت من اللي يغضب أنت؟ يعني انس المندل ايش يقول؟ يقول عبارة جميلة، يقول ان تغضب يعني ان تتجرع السم وتنتظر الاخر يموت. ترى انت اللي ميت، هو رايح ومشغل اغاني وموسيقى وماشي، وانت اللي تتضرر. النقطة السادسة يقول انتقد القول لكن احترم القائل. واحنا للأسف هذه تنقصنا دائما، لما نتكلم مع الاخر نتكلم بكلمة انت، اصلا انت السبب وانت المخطئ وانت شيل انت. احترمه، يعني الفاظ يعني كما تفضلت وجهة نظرك صحيحة، أنا أرى كذا، هذا الأدب في الحوار مهم جدا. النقطة السابعة إن مهمتنا هي، هذه مرة عجبتني، القضاء على العرض على المرض وليس على المريض، وليس على المريض. هذه هي السبع القواعد للشافعي اللي نختم بها، وشكرا لحضوركم وتفاعلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويعطيكم ألف ألف عافية. ولا نترك المجال إذا في أي مداخلة. طبعا يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي، شمر وكن للعلم دوما طالبا، لا تيأس ففيه عذب المنهلي. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي، بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمني.
أمجاد الرعيل الأول. العلم شمس يستضاء بنورها، تشفي من الأسقى كل معلل. فإذا به للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤل، نحو العلا بعزيمة وتفاؤل. يا سالكا سبل المعالي مخلصا، ترجو من الرحمن رفعة منزلي، شمر وكن للعلم دوما طالبا، لا تيأسن ففيه عذب المنهلي.